السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا النهار هذا سمحوا لي بزاف على الغياب، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. كنت موجده لكم فيديوهات صراحه اللي مزيونه بزاف، ولكن قدر الله ما شاء فعل، التليفون مشى تهرست خسر وما بقاش عندي باش نصور، ما بقاش عندي ترايبود باش نحط شي تليفون اخر. مهم، مي كتجي غير عطيها طريق. اليوم غادي نشارك معكم هذه البسبوسه اللي كتجي رائعه الصراحه. مرحبا بكم معايا. السلام عليكم مره اخرى، جيت اليوم نقدم لكم بسبوسه اللي كنت عملتها معكم في رمضان، ودابا غادي نعاودها معكم لان في رمضان كنوقعوا فيها شويه ديال نسيت الزيت، ولكن واخا هيداك الصراحه بلا زيت وجات مزيونه بزاف. اليوم غادي نعاود معكم بسبوسه بطريقه اللي كنعملها دائما وكتجي مزيونه، وان شاء الله هيشارك معايا ابني حيت هو قال ضروري خصو يعدل معايا بسبوسه. المهم هاد البسبوسه كنحتاجو المقادير، عنبدا معاكم بالسوائل هما الاولى نعملوهم في مونينكسيت يعني يدورو فيها، وديك الساعه ندوزو النواشف اللي غادي نحتاجو فيها. بالنسبه لهاد البسبوسه غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 4 ديال البيضات غنعملوهم في مونينكس، غنزيدو نص كاس ديال السكر لان حنا باقي غادي نسقيوها وغتكون حلوه عليها، ما عملناش كاس كامل. يلا اسلام عمل كاس سكر، نص كاس البنات ديال السكر، وغنزيدو كاس ديال الزيت، يعني نعبرو بنفس الكاس اللي غادي نعبرو به كلشي. بسم الله، برافو. وغادي نزيدو هاد النكهه ديال زهره البرتقال لان كتواتى بزاف مع اخر. يلا اسلام، وغنزيد واحد معلقه صغيره ديال الحليب بودره، هي زيدو معلقه كبيره انا ما بقاليش، غنزيد غير معلقه ستيتوا، وغنزيد معاهم واحد دانون ديال فاني. صافي، دابا نعملو هادشي كامل يتخلط مع بعضيتو، ونرجعو شي 4 دقائق هيدا كيبقاو يتخلطو. صافي، من بعد ما كنخليوها تخلط شي 4 دقائق حتى 5 دقائق، صافي غادي نعملو هاد السوائل ديالنا كاملين في واحد المول اللي غادي نخدمو به باش نزيدو عليها النواشف اللي نحتاجو في هاد البسبوسه هادي. بالنسبه للنواشف عندنا جوج كيسان ديال السميده ديال الحرشه، واحد كاس ديال الكوكو، وعندنا 16 غرام ديال الخميره، خميره ديال الكيماويه ديال الحلويات. صافي، هادو هما النواشف اللي غادي نحتاجو اللي غنزيدو على الخليط اللي طلعنا مع بعضيتنا في القبيله. عملنا اسلام واحد كاس ديال السميده، زيد كوبو كامل كامل كامل، زيد كاس ديال الكوكو، غادي نخلي هذيك ماما بلاتي. دابا غادي نحركو هاد الخليط هذا، الكاس الاولاني والكاس ديال الكوكو. قلت لكم نعبروا بنفس الكاس اللي يعني نعبروا به من الاول، كنعبروا به الزيت وكنعبروا به السكر. زيد ماما الكاس الثاني كامل، اسمح لي ارى لي الخميره، هاي هاي هاديك عملنا زيد 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 عمل 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 عمل، برافو. العمل اخرى بلاتي نحرك شتيتو، نعطيك تحرك اهم، اسلام خصو يحرك وهضر مع المشاهدين قول لهم شنو يعملوا لنا، ما تهضرش والو بدون صوت، ماشي مشكل. صافي البنات، دابا زدنا جوج كيسان ديال السميده وكاس ديال الكوكو و16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات،
يلا حرك شتيتو اسلام بيد من انا نعدل المول غادي ندهنو بالزبده ونرش عليه شويه كوكو نتوما تشوفوا معايا. وهذا هو المول، عملت له الزبده وعملت فيه كوكو وحاولوا تكثروا شويه الزبده باش كتحمر مزيان بسبوسه من تحت، صراحه كيجي واحد اللون فيها مزيون بزاف. صافي ودابا غادي نعمل فيه الخليط ديالنا وندخلوه للفران. كتدي ديال الطياب ديالها من 30 دقيقه حتى 35 دقيقه على حسب الفران، انا كنعملو على 180 درجه غير من تحت حتى كنشوفها تحمرت عاد كنشعل عليها من فوقي باش تحمر من فوق. صافي دابا غادي نفرغ الخليط ديالي. زولي يدك ماما. صافي نحاول نوزع هاد البسبوسه على المول كامل. كما كتلاحظوا انا عملت المول قياس كبير، كنظن وقيله هذا القياس ديال والله ما عرفت اما 25 اولا 30 ديال السنتيم حتى الاخير، وانا غادي نكتب لكم يعني شحال فيها ديال السنتيم. صافي غادي ندخلوها الطيب ونرجع معكم حتى الطيب ونعمل معكم السيرو اللي غادي نسقيوها بها. بالنسبه للسيرو بنات غادي نعمل، عملت هنايا أربعة ديال البرتقالات اولا جوج كيسان ديال برتقالات معصرين ومعاهم واحد كاس ديال الماء. غادي نزيد نص كاس ديال السكر لان عملت نص كاس الاولاني في بسبوسه وهذا النص الثاني يعني هو الكاس ديال العنيمه. بالنسبه للناس اللي كتبغي الحلاوه بزاف تقدر تعمل كاس كامل ديال السكر. وغنزيد واحد ساشيه ديال زهره البرتقال وغادي نحرك باش يدوب السكر. صافي وغادي ندهني شان فوق البوطه وغنخليه يعقد واحد شويه يعني حتى كيرجع شويه عاقد. زدت معهم ثلاثة ديال الحبات ديال الهيل وهاد النجيمه هادي اللي لا اعرف اسمها ولكن كتعجبني الصراحه المذاق ديالها كيعجبني بزاف. صافي وغادي نخليها حتى تغلى مزيان يعني شي يعني تنشوف بحال اللي بدا كيعقد الخليط وغادي نزولها من على البوطه وغنسقي بها البسبوسه ديالي. والبسبوسه ضروري يكون هذا بارد وبسبوسه سخونه، واذا كانت بسبوسه بارده يكون هذا سخون، المهم واحد فيهم يكون بارد وواحد يكون فيهم سخون باش البسبوسه كتشرب. صافي من بعد ما كطيبنا البسبوسه كتكون على هذا الشكل هذا وعلى يعني شوفوا يعني كتجي محمره وصراحه شتي واخا هيدا كتجي رطيبه لان هذاك الكاس ديال الكوكو اللي عملنا لها كيخليها تكون رطيبه ماشي ناشفه من داخل. هذا هو السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه. لاحظوا معايا هنايا بسبوسه سخونه ولكن هذا راه بارد كما قلنا، ولكن الا كانت الا كان هذا سخون خليو هذه تبرد، واذا كانت هذه سخونه يكون هذاك بارد. دابا انا عندي بسبوسه سخونه غادي نحاول يعني نعمل فيها ثقوب باش نسقيها. بحال هيدا صافي وغادي نعمل عليها السيروم، نحاول نعملو كامل، هي اصلا غادي تشربو لانها سخونه غادي تشرب هاد السيرو كامل. غير كبوه ما تخافوش منه مرة. صافي هنايا هذا هو الطبق اللي غنعملها فيها ديال التقديم. غادي نجيب واحد اي كوفيتير عندكم، المهم يكون النوع خفيف والمذاق اللي يكون كيتواتى مع انا عملت المذاق ديال الخوخ، ما الخوخ ولا المشمش، الخوخ لا المشمش مربى المشمش. غادي نعملها في الوسط، نحاول بحال اللي عندها بحال اللي عند هنا
صافي وغنزيد عليها كوكو اللي بقى لي. يعني التزيين كيبقى لكم الاختيار، عملوا يعني زينوا باش اللي عندكم، يا كوكو يا نوا ايفيلين و مهرمش، اي حاجه عندكم زينوا بها. وهذه هي بسبوسه ديالنا من بعد ما سالينا، صراحه كتجي مزيونه بزاف، كتجي رائعه بزاف. انا غادي نقطع لكم شتيتو باش تشوفوها كيفاش جات. غادي نقطع معكم شويه، بسم الله، نقطع معكم باش تشوفوا من داخل كتجي الصراحة ما قالوا بسبوسة، حتى هي كتجي نبس بصاف. بسم الله، شوفوا كيفاش كتجي، نقرب لكم الكاميرا بزاف، صراحة كتجي مزيونة بزاف بزاف، وكتجي مبس بصاف كما قلت لكم بزاف، ورائعة ممتازة وبالصحة والراحة، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. صافي إسلام.